السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم مستر هشام إسماعيل، ماس تيتشر. في ناس، طبعا أنا عندي شانل أو قناة على اليوتيوب بنزل عليها شروحات للرياضيات والماس. القناة دي اسمها إيديو ستيج أكاديمي، تمام. في ناس كتير جدا طلبت مني: أنت إزاي يا مستر بتكتب وبتعمل قناة على اليوتيوب أو بتعمل فيديو تعليمي على اليوتيوب؟ كان منهم مدرسين أساتذة وكان منهم طلاب. إيه فايدة إن أنت تعمل قناة على اليوتيوب؟ فايدة إن أنت تعمل قناة على اليوتيوب هي إن ليها فوائد كتير جدا، منها إن الناس بتستفيد من علمك، منها إن أنت بتحقق انتشار عالي جدا كمدرس، تمام؟ منها ان انت بتطور من نفسك، لانك مش هتعمل فيديو وتنزله على اليوتيوب غير ان انت لازم تطلع احسن حاجة عندك في الفيديو. طيب تعالوا كده نشوف. لو دخلنا على مثلا مراجعة الجبرة تاني اعدادي لغات ترم تاني، ونشوف ايه الفيديو بنستخدمه ازاي. هنا مثلا factorize، الناس كانت بتقول لي: يا مستر وانت بتكتب بايه؟ ايه الحاجة اللي انت بتكتب بيها؟ طب هل انت بتكتب بالماوس ولا بتكتب بايه؟ فطبعا هنا الهدف من الفيديو ان انا اوضح لكم ايه اللي احنا بنستخدمه عشان الكل يستفيد. طيب اول حاجة لازم عشان تعمل فيديو بالشكل ده، لازم يكون معاك ثلاث حاجات. لازم يكون معاك جهاز كمبيوتر، لازم يكون معاك تابلت او لابتوب او كمبيوتر. يبقى احنا اول حاجة لازم يكون في ثلاث حاجات: جهاز كمبيوتر، وتاني حاجة بين تابلت. البين تابلت ده يعني ايه؟ يعني مثلا انت لما بتيجي تحرك ايدك على بالماوس وتكتب على اي برنامج زي البينتر مثلا ولا اي برنامج، ده هو التابلت المفضل بالنسبة لي. طبعا في تابلت اسعار عالية جدا، هو ده التابلت. لو شايفين هنلاقي ان هو بيكتب على التابلت وباصص على شاشة الكمبيوتر بيكتب بيها كل حاجة. التابلت ده بيستخدموه الرسامين، تمام. طيب التابلت ده اسعاره بتتراوح من 1400 جنيه وانت طالع، 1400 جنيه وانت طالع، اوكي. طبعا هنا هنلاقي كل الدروس على القناة بتاعتنا ايديو ستيج اكاديمي للتعليم اونلاين، هنلاقي كل الدروس مسجلة باستخدام التابلت. سهل جدا، ممتع جدا في شغله، تمام. دي الدروس بتاعتنا. طبعا وانس ان حضرتك جبت التابلت ومعاك كمبيوتر، هنقدر بعد كده نشوف ايه البرنامج اللي انا بكتب عليه. البرنامج اللي انا بكتب عليه وبرشحه لكم ده من افضل واخف البرامج، برنامج اسمه سموز درو، برنامج اسمه سموز درو. ده لينك البرنامج هسيبه لكم في الوصف. بتخش البرنامج ده فور فري، مجانا. هتخش على الصفحة وهتختار داونلود انستولر، الفيرجن ده اللي هو 4.0.5، وهتسطب الفيرجن ده، تمام. طيب بعد ما تسطب الفيرجن ده هتلاقيه عندك موجود بالشكل ده. ادي واجهة البرنامج. انا دلوقتي بحرك ايديا باستخدام البين تابلت. البرنامج عبارة عن صفحة وفيها تولز، فيها بين، فيها براشز، فرش برسم بيها او بكتب بيها. فانا لو اخترت البين ده مثلا كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا حضراتكم شايفين
انا بكتب كاني بكتب على ورقه بالظبط، يعني بكتب او بسم الله الرحمن الرحيم ماشي. لو اخترت مثلا عايز اعمل شيدنج للكلمه فبختار اللون تمام. مثلا عايز لو انا بشرح رياضيات مثلا بالعربي هشرح، هقول مثلا نختار اللون، نغير اللون مثلا، اقول مثلا لو دالة س بتساوي 2 س زائد 5، او لو بشرح ماس هقول f of x equals 2x plus 5 تمام. كل دي يبقى انا معايا قلم، معايا بين تابلت بقدر استخدمه، ومعايا برنامج السموز درو بقدر استخدمه وبشرح بيه على الكمبيوتر. طبعا هنا في اريزر بقدر امسح اللي انا كتبته، فده في حد ذاته شيء كويس جدا ان انت كمدرس او كطالب او كشخص عندك اي علم عايز تنزله او تنقله للناس بتبتدي تشرح بالشكل ده تمام. طيب لو فرضنا مثلا ان انا عايز اكبر البيج بتاعتي دي، فبدوس هنا فايل ريسايز، ببتدي اختار مثلا اي نمبرز وليكن مثلا 4096 وهنا 4096، كبرت معايا البيج بتاعتي اللي انا بشتغل عليها ماشي. يبقى اول حاجة عشان تعمل فيديو تشرح عليه حاجة على اليوتيوب كمدرس رياضيات فيزيكس كيمستري انجليش، اول حاجة لازم يكون معاك كمبيوتر. طيب تاني حاجة لازم يكون معاك بن تابلت. تالت حاجة لازم يكون معاك برنامج بسكرين ريكوردر بيسجل اللي بيحصل على الشاشة، والبرنامج اللي بنصحكم بيه اسمه كامتاجيا ستوديو 8 الفيرجن 8. يبقى لو حضرتك معاك التلات حاجات دول هتقدر تعمل فيديو احترافي وتنزله على اليوتيوب او على الفيسبوك او على تويتر، او تقدر تبعته لاي شخص يستفيد من العلم بتاعك. يبقى هنا كمبيوتر بين تابلت كامتاجيا ستوديو 8، تقدر تستخدم تعمل فيديو على اليوتيوب. استنوني في المزيد من الفيديوهات اللي بتعلمني ازاي اواكب التطور واعمل فيديو على اليوتيوب للناس كلها تستفيد منه. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تدعموا القناة بتاعتنا على اليوتيوب وتعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفيد. شكرا وتحياتي لكم مستر هشام اسماعيل.